لازم في 2018 المرأة يجب أن تركز على ثلاث نقاط أو ثلاث قضايا مهمة جدا تغير لها مسارها وتغير لها حياتها. القضية الأولى هي قضية التعليم، يجب أن تحصل المرأة على أعلى مستوى من التعليم وأن تضمن الفرصة لكي تحصل على هذا التعليم. النقطة الثانية هي الوضع قانون متطور حديث للأحوال الشخصية. هذا القانون هو الذي سوف يعطيها المساواة الكاملة لها ولأولادها ويضمن لها حقوقها. النقطة الثالثة أو القضية الثالثة المهمة هي أن تنتمي إلى أحزاب سياسية أو جمعيات سياسية. فأنا عندي هذه النقاط الثلاثة وهذه القضايا الكبرى يجب أن تركز عليها المرأة في عام 2018.